السيدة لينا قنوع وهي محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك لينا. دعينا بدأ نتحدث عن الصين التي جاءت ببيانات إيجابية هذه المرة، خاصة فيما يتعلق بالنمو الصناعي فوق المتوقع وكثير من البيانات الإيجابية، لكن في المقابل بنك الشعب الصيني يخفض كلفة الإقراض والاقتراض لعروضه متوسطة الأجل. يعني هذه الخطوة بأي شكل من الأشكال هي تتعارض مع اتجاهات البنوك الأخرى المركزية في العالم بما فيها الاحتياطي الفيدرالي الذين يسعوا لتشديد السياسة النقدية وسط تساهل صيني. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم عكس حركة الدوران؟ أهلا بك. بالفعل يعني نمى الاقتصاد الصيني كما ذكرت بنسبة 4%، كان تباطؤ لكن خلال عام 2021 حقق نمو الصين بأكثر من 8%. يعني إذا نظرنا إلى قيام خطوة البنك المركزي الصيني بخفض تكلفة الإقراض أو بخفض الفائدة بعشر نقاط أساس إلى 2.85% ولأول مرة يعني منذ إبريل عام 2020، هذه الخطوة تدل أن هناك ما زالت إجراءات تحفيزية على عكس قيام البنك بريطانيا البنوك والاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية بخطوة تجديد السياسة النقدية. المشكلة في التضخم، إذا نظرنا إلى التضخم في الصين 1.5%، إذا نظرنا إلى التضخم في بريطانيا بأكثر من 5%، إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحن عم نتحدث عن 7%. التضخم هي المعضلة الأساسية أو المشكلة الأساسية. فبالتالي يعني هذا التباطؤ الذي شاهدناه في الربع الرابع للصين هو بسبب عدة عوامل، سواء مشكلة إيفرغراند، سواء متحور أوميكرون أثر على النمو الاقتصادي في الصين، وأيضا بالإضافة إلى ذلك يعني العامل الأبرز وهو أنه هو يعني أنه يريد البنك الصيني القيام بالمزيد من التجزئة، لأن هناك مشكلة في الإنفاق الاستهلاكي. نظرنا إلى مبيعات التجزئة مبيعات التجزئة في الصين هي 1.17%، فهي أقل من المتوقع. فهذه العوامل الثلاثة أثرت على نمو الاقتصاد في الصين. فإذا نظرنا إلى أن البنوك المركزية الأخرى فسوف تقوم بتجديد السياسة النقدية لأن مشكلة التضخم هي المشكلة الكبرى، فبالتالي سيكون برفع أسعار الفائدة. فبإمكان الصين المزيد من الإجراءات التحفيزية في ظل التضخم ما زال منخفض نسبيا. وإذا نظرنا إلى بشكل عام إلى الاقتصاديات، هو في تعافي في الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول العالم، لكن ما زال هناك في تباطؤ إذا نظرنا إلى بريطانيا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسواء إلى الصين. فتبقى المشكلة هي في التضخم والمشكلة الأساسية في سلاسل التوريد. جيد. سيدة لينا، نلحظ أيضا ارتفاع لافت في أسعار النفط في خام برنت الذي لامس 86 دولار يسعى للأكثر، الخام الأمريكي كذلك. تصريحات وزير الطاقة السعودي بأن مسألة اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية هي شأن يخص الحكومة الأمريكية قوبلت بارتياح في أسواق النفط. يعني إلى أي مدى النفط مرشح للارتفاع وتجاوز أوميكرون؟ نعم، بالفعل أسعار النفط عم تشهد المزيد من الارتفاعات، وسواء من تراجع المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية لعدة أسابيع متتالية، نحن نتحدث عن 4.7 مليون برميل يوميا، هذه التراجعات عم نشهدها. إذا نظرنا إلى المخزون الأمريكي عم نشوفه أقل من متوسط الخمس سنوات بأقل من 8%، فعم بيلعب دور أساسي في ارتفاع أسعار النفط. أو يعني إذا نظرنا إلى متحور أوميكرون، فهو المرض يعني يعتبر أقل تأثيرا من المتحورات السابقة رغم انتشاره السريع. فبالتالي هناك تفاعل بأن يعود الطلب العالمي خلال هذا العام إلى مستويات ما قبل يعني جائحة كورونا، ربما أعلى يعني من قبل ما جائحة الكورونا. فبالتالي التوقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط هذا عم بيسبب أيضا ارتفاعات. ولا ننسى أنه أيضا منظمة أوبك بزيادة الإنتاج بشكل تدريجي ب 400 ألف برميل
برميل يوميا، يعني هناك كمان عم بتساعد في توازن العرض والطلب، فبالتالي يعني وخصوصا انه بعض الدول غير قادره ايضا على زياده الانتاج او الالتزام باتفاق اوبك، فهذا بالتالي عم بيخلي ايضا دعم لاسعار النفط. انا متوقع انه يكون في ارتفاعات ما زالت على اسعار النفط، والمزيد من اسعار النفط سوف نشهدها، وربما يعني ليس بعيدين ان نصل الى مستويات ال 100 دولار طبعا على المستوى المتوسط والطويل، في ظل كل هذه العوامل، الا اذا ظهرت عوامل غيرت يعني غيرت يعني اثرت على العرض والطلب، فبالتالي لكن كل العوامل الان نعم. التي امامنا فهي صحيح. داعمه لانه لارتفاعات اسعار جيد. النفط جيد. ليلى دعينا نتحدث عن ارتفاع الدولار مقابل سله من العملات في الاسبوع الماضي، في المقابل انخفاض اسواق الاسهم الامريكيه، يعني هذه هي المعادله، الى اين الدولار ماضي والى اين الاسواق ستمضي؟ طبعا إذا نظرنا إلى أسواق الأسهم الأمريكية، نحن يعني بيظل الآن يعني أمام الصمت أمام أعضاء الفدرالي الأمريكي، لا يوجد أي تصريحات من أعضاء الفدرالي الأمريكي في هذه الفترة لحين ظهور اجتماع الفدرالي الأمريكي طبعا في 25 من يناير، فبالتالي كل الأنظار حول هذا الاجتماع، والآن التركيز على البيانات الاقتصادية وعلى النتائج الاقتصادية، فبالتالي إذا النتائج الموسمية للشركات بدأت بالظهور سواء من القطاع المالي قطاع البنوك، شهدنا جي بي مورغان أعلنت عن نتائجها، ونترقب بنك أوف أمريكا هذا الأسبوع وسيتي جروب، يعني جاءت يعني ربما النتائج هي يعني متباينة، شيء أقل من التوقعات، جي بي مورغان أقل من التوقعات، لكن سيتي جروب مثلا أعلى من التوقعات، فبالتالي يعني هناك كان أمال بأن يكون هناك يعني النتائج تكون أفضل من ذلك، فبالتالي نحن عم نشوف الأسهم الأمريكية في حالة تذبذب خلال هذه الفترة، والدولار على استقرار، لأني عم بتابع حركة الأسهم الأمريكية، وعم من خلال حركة الأسهم الأمريكية عم نترقب نتائج الشركات، لكن الدولار الأمريكي هلا عم نشوف شو رح يكون ببداية تجديد السياسة النقدية من قبل الفدرالي الأمريكي، لكن هناك يعني هل فقط هو الفدرالي الأمريكي هو الذي سيقوم برفع أسعار الفائدة، نحن نترقب أيضا بنوك مركزية أخرى صحيح. سوف تقوم أيضا برفع أسعار الفائدة، فسيكون دولار أمريكي مرتفع أمام عملات ومنخفض أمام عملات أخرى. نعم. أنا أشكرك السيدة لينا قنوع، وأنت محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب، كنت معنا من دبي.